سمعت كلمة هلتني، وهو يقول، واحد يقول أين رحمة الله من الفلسطينيين؟ أما ظهرت رحمة الله الآن؟ جهل مركب، لابد أن يفهم الناس في هذا الباب من حكمة الله جل وعلا أن ينصر محمدا ومن معه صلى الله عليه وسلم في بدر، وأن يحدث ما يحدث في أحد. من تعبد لله بالحكمة ينكشف له الأمر. أما في بدر والله ما خرجوا للنصر، والله ما خرجوا للقتال، ولذلك كان الأمر على التخير. فكثير من الأنصار لم يذهبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي لم يكن إيش، لم يكن الأمر عنده إيه، على الحزم واللزوم. فقط خرج للعير. وش قال الله جل وعلا؟ قالوا لي الآت، ها لا، وتريدون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله يحق الحق بكلماته ويقطع دابرة ليحق الحق ويبطل بطل. الله عليه وسلم قال الله تعالى ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان محرورا. انظر إلى, 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 إلى حكمة الله جل وعلا، وإلى التقاء الصفين 1100 و1300. ما الذي يحدث؟ بالعدة والعتاد لا يمكن خروج هؤلاء الناس أحياء، لا يمكن. ولذلك النبي كان يتجف ويدعو ويقول اللهم أنت أهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم، ويبكي. وأبو بكر يقول له بعض مناشدتك لله، والله إن الله ينجزك ما وعدك. انظر، فالمسألة تسبل هنا، وهنا من حكمة الباري أن يلتقي الصفان. من حكمة الباري جل في علاه، شوف أنت بس فقط بتتعرف على أن الله حكيم وبتثبت لله الحكمة، يا للحسرة والويل والصبول لهؤلاء الأغبياء الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، الذين لا يسبون الله بمصر في نفسه. شوف انظر، وهؤلاء طبعا ده جاي في أصولهم عشان تعرف الغاء العلة وليش الحكمة والتعليل في هذا الباب. أنت أصلا كلما يزداد فقهك وأنت ترى لكل حكم العلة. فانظر إلى قضاء الله، إلى قضاء الله جل وعلا النصر، يبقى من الحكمة تنظر تعرف الحكمة حين النصر النصر ينزل على المؤمنين أو على الكافرين. لما علت كلمة الكفر في أحد؟ حكم عظيمة. أول شيء لأن الله يأبى أن يعلو الكفر على الإسلام. وشيء ما العلى؟ ما الذي علا أولا؟ أهل الإسلام. والمسألة كانت قد انتهت ودارت الدائرة عليهم، لكن أراد الله بهذا أن يظهر لك إيش؟ وما النصر إلا من عند الله ابتداء، وما النصر إلا من عند الله مع وجود الأسباب. شوفوا هنا الآن، جعل القلب يطمئن وجعل الالتفات له وحده. ها استستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم مجد. ثم إيش قال؟ وما النصر إلا من عند الله الآية الأولى، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، صح. والآية الثانية إن الله عز وجل في الأنفال، صحيح. قال وما النصر إلا من عند الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. جميعا كانوا يقولون كيف ننتصر، كيف لهؤلاء بمجابهة هؤلاء. وكانت الحكمة بيان أننا على مر التاريخ لا نقاتل القوم بعدة ولا بعتاد، مع تحقيق علوم مقاصد الشريعة، لكن على بابها وضابطها. فمن الحكم في النص الأول هو أول شيء إيش؟ يوم الفرقان. انتهى كلمة الله، لابد إيش؟ أن تنتشر، هي عليها لابد أن تنتشر في الأفق، ولابد من كسر أهل الكفر. بلغ الكبر مداه ولم يرعوي منهم أحد، قال حتى تسمع تغني القينات وتسمع بنا العرب، وكان هذا حدثه، وكان سببا في ضياع الجميع ومقاتل الجميع التي بيانها النبي صلى الله عليه وسلم. أما الثانية، شوف انظر، قالوا إيه؟ الغنيمة الغنيمة. الله تعالى جعل النصر أولا على لأهل الإسلام، لتنظر هنا مسألة الإدخال في النوايا. وهنا عندما تتعلم أو تطلب أو تتصدى للعلم راقب نيتك، كلما تجد الانحراف كلما تخشى على نفسك. والله كان انحرافا يسيرا. قالوا الغنيمة الغنيمة، ولهم حق أن يطلبوا الغنيمة، لكن لا يمكن أن يعني تعرفون متى يكون عذر لهم، متى يكون العذر لهم عليكم السلام كاتب.
تفضل سيد. متى يكون العذر لهم؟ تفضل ايضا كده. متى يكون العذر لهم؟ لو غلب على ليس كذلك. لو غلب على الظن انتهى المعركه. لو لا لا العذر لهم ان لم يامرهم النبي ان يبقوا مكانكم. انت جبت العكس. ان لم يامرهم، لان حقيقه الامر وحقيقه الانسان عندما تاتي الغنائم الجميع ينشغل بالغنائم، ولانه بتفضيل الله للنبي على الجميع على الانبياء بحليه الايش؟ فضلت على الانبياء بست وذكر منها وحلت لي الغنائم. لكن انت النبي ايش قال له؟ وذلك كانت الحجه مع من وقف. قال لهم اميرهم: الم تعلموا بان النبي قد قال لا تبرح مكانكم ولو تخطفتنا الطير؟ قالوا الغنيمة تغنم. غلبوا الدنيا على أمر النبي، غلبوا الدنيا على أمر النبي، وهذا الذي سبب في ضياعنا جميعا. لذلك يا إخواننا افهموا، إن تنصروا الله ينصركم. مفيش النتيجة، الثمرة غير موجودة يبقى المقدمة غير موجودة. فانظروا ايش قال. قالوا الغنيمة الغنيمة. قال إن النبي أمركم ألا تبرحوا مكانكم، فلم يسمعوا ولم يطيعوا، وقدموا الدنيا على أمر النفس. فما حدث؟ استحر القتل في هؤلاء. ثم بعد ذلك كان الفرار، وكانت الزلات، وكانت البطولات، وكان الصدق. فكانت ساحة أحد مليئة بالحكم أكثر من ساحة إيش؟ بدر. ساحة أحد بيّن الله لك جميع الموجودين فيها تقلبا. من طلب الدنيا على الآخرة، من صدق الله في بذل النفس، من فر بمعصية، من بذل النفس للنبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك في ساحة واحدة. وأيضا بين لك أن الأيام الدول لها حكم، وأنه مع الدول لا ترفع راية الكفر على الإسلام. العزة هنا. وإيش قال أبو سفيان؟ قال يوم بيوم بدر، يوم بيوم بدر، يوم لنا ويوم علينا، يوم النساء ويوم النصر. حقيقة الظاهر إيش؟ يوم بيوم. والأمر سجال على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أبى، قال ألا تردون عليهم؟ قال عمر: ما نقول يا رسول الله؟ قال: قل لا سواء، لا سواء، قتلنا في الجنة وقتلكم في النار، لا سواء. ولذلك إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. وتنظر في أعظم ما يكون في هذا الباب: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه. لما قال أنس: لا يرانا الله مني خيرا فقد رأى منه خير. فر عثمان، فر سعد بن معاذ، فر أكابر الصحابة من المبشرين بالجنة. والفرار كان من الزلل. قال الله تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان. أكملوا. انظر رحمة الله جل وعلا، ما قال بما كسبوا ده. هنا ما أتاش بمن التبعيدية ولا الباء، ممكن تكون للتبعيد. ده أتى بإيش؟ بالتصريح ليبين ببعض ما كسب. ولكن شوف بقى رحمة الله، قال: ولقد عفى الله إن الله غفور رحيم. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذا فقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا، وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.